مرحبا، اليوم حنعمل سوا شربة الفاصوليا السوداء المكسيكية. هي وصفة صحية وسهلة التحضير، فخليكن معي لنشوف المقادير. حنحتاج ملح وفلفل أسود، مكعب خضروات أو بيكون على شكل بيست، حنحتاج علبتين من الفاصوليا السوداء، زيت زيتون، صلصة مكسيكية أو إذا ما في عندكم فيكن تستبدلوها بالبندورة المقطعة، صلصة البندورة المقطعة، بابريكا، كمون، أوريغانو، حامض، فليفلة حمراء، بصل وثوم، وكرافس. بطنجرة بنضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، بنضيف فوقها البصل والكرافس قطعناه قطعة صغيرة، بنضيف فوقهم حبة الفليفلة قطعناها كمان قطعة صغيرة، بنخلي الخضروات على النار تقريبا لمدة دقيقتين لثلاث دقايق لغاية ما يدبلوا شوي، وبعدين بنضيف فوقهم الثوم قطعناه لقطع صغيرة. بنضيف ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الأوريغانو. مقادير الوصفة بتلاقوها كلها مكتوبة بصندوق الوصف تحت. بنضيف بعدين مكعب الخضروات، أو مثل ما أنتوا شايفين أنا هون عندي معجون الخضروات المركز، بنضيف تقريبا نص معلقة كبيرة، بنضيف كوب من الماء، وبعدين بنضيف كوب الصلصة المكسيكية. إذا ما عندكم الصلصة المكسيكية فيكن تستبدلوها بصلصة الطماطم المقطعة، وبنضيف الفاصوليا السوداء، بنضيف القليل من البهار أو الفلفل الأسود، وكمان اختياري فيكن تضيفوا القليل من الكيان، وتخلوا الشوربة على النار لمدة 20 دقيقة. أنا هون ما ضفت ملح لأنه الصلصة المكسيكية وكمان الفاصوليا السوداء فيهن ملح، فأنتوا بتذوقوا الشوربة وبتضيفوا بالأخير الملح على حسب الرغبة. بعد 20 دقيقة بتكون استوت الشوربة، بنشيل على جنب تقريبا كوبين من الشوربة، ونطحن الباقي بخلاط كهربائي مثل ما شايفين لغاية ما تصير معنا الشوربة ناعمة. بس بتنعم الشوربة بنرجع بنضيف كوبين يلي شلناهن على جنب من الأول، بنضيف عصير الحامض، وهيك بتصير معنا الشوربة جاهزة. بنزين الشوربة بشرائح الأفوكادو والقليل من الكزبرة المفرومة، وهيك صار عنا وجبة كاملة نباتية ومغذية. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة.